مؤخرا شفنا الكثير من النجمات اختاروا الويت لوك هير ستايل باكثر من اطلاله، خاصه خلال مهرجان القاهره السينمائي، ومن ابرزهم نيلي كريم وروجينا. ومن نجمات الجيل الجديد شفنا جميله عوض يلي طلت بها اللوك، ونحن اوريدي حكينا عن اطلالاتهم الاسبوع الماضي، بس فينا نقول انه الكل كان لابق لهم هيدا اللوك وكانوا هيك عاطين كاركتر على الريد كاربت. صحيح، واجمالا قاعدين نلاحظ انه هالترند بيلبق لاغلب الفيس شيبس، وعشان كذا هو لسه على الموضه. وفينا نقول انه no one can go wrong مع هالستايل اللي شفناه بقوه باكثر من فاشن شو لهاي اند براندز مثل ميو ميو، فيرساتشي، شانيل، وبالما وغيرهم كثير. وعدد من السيلبرتيز اعتمدوه مثل بيلا وجيجي حديد، كندل جينر، كيم كارداشيان، وكارين وازن. أما شيرين فمن الواضح إنها فان لهالترند، وخاصة مؤخراً لما ظهرت على كفر ألبومها الجديد بالويت لوك اللي اعتمدته كمان بفيديو كليب نساي، لكن بستايل فريش أكثر. وأحلام اعتبرت إنه هالتسريحة هي المناسبة مع الزهير مراد جامب سوت لحفل زفاف مؤخراً في الرياض. مايا دياب فهي بلا منازع the queen of wet looks، فاعتمدت هالترند بعدة مناسبات وبستايلات مختلفة، كان آخرها مع هالدرس من نيكولا جبران اللي عطاها edgy yet natural style. أما ماجي أبو غصن فاختارت الwet look يلي عطاها serious look مع هالسوت، ولأنه الwet look بيعطي edge لأي style كان اختيار جيسيكا قهواتي بأكثر من مرة خلال وجودها بباريس فاشن ويك. أما ياسمين صبري، نادين نجيم، ودانيلا رحمي فاختاروا الويت لوك لما كانوا كوفر جيرلز لعدة مجلات. أما ريهانا فمن الواضح أنه هالتسريحة هي المفضلة عندها، فشفناها بعدة إطلالات وكان اختيارها على المودلز بالكامبين للميك أب لاين الخاص فيها. يعني بصراحة الويت هير لوك أحس أنه ستايل كثير الواحد يقدر يعتمد عليه، لأنه يعني it suits كل ستايلز الفاشن. خبرك شيء، أنا عملته مرة وما بقى عيدة، ما حبيت أبداً، حسيت هيك ضعف لي وجهي وما لي بقلي، ما حسيت. أنا صراحة أحب هذا الستايل وأحس أنه حلو وبيليق على أغلب الأوتفيت، بس المشكلة هي لما تخلصي منه أنه في كثير برودكتس، فلازم يصير مشكلة تتخلصي من البرودكت كلها. صح، بس تعرفوا في كمان يعني وإحنا قاعدين نتكلم عن الويت لوك، في الميك أب ويت لوك اللي قاعد يطلع كمان ترند هالموسم، وقاعدين نشوفه على أغلب النجمات يا بإديتوريال يا بفوتوشوت مثل كايلي جينر، وفي هالميك أب قاعدين يستعملوا الليب جلوس والجلوسي آي شادو، فكثير قاعد يطلع حلو. هلا فوزازة، عادة الويت ميك أب بحسه مور أرتستيك، يعني بيلبق لفوتوشوت، كات ووك، لمجازين، مش لكل يوم، حتى كمان منه لونج لاستنج. أنا صراحة بختلف معك في الرأي، لأنه أنا كثير بيعجبني الويت الميك أب لوك، وخصوصا الدوي ميك أب، يعني أحس هو يمكن فيرجن أخف من الويت لوك، كثير بيعطي جلو للوجه، وأنا دائما بستخدمه بحياتي اليومية خصوصا في الصيف.